اهلا بيكم. النهارده هعمل لكم شنطه، هعملها بطريقه بسيطه خالص. كل هنستخدمه وش خشب بنشتريه من عند بتاع الخيوط، انا اشتريته ب25 جنيه، واخد شله واحده بس خيط. الخيط مكرميه قطن، هي شله كبيره شويه بحوالي 40 جنيه. بالشكل ده مربع. هستخدم حزام جلد، وفي الحلقات دي، وهثبت بيها الحلقات دي، وسوستة، وخيط، وإبرة خياطة، وإبرة تنظيف، وإبرة رقم 5. هستخدم المقص، وهستخدم ولاعة عشان أحرق الخيط عشان ما يتنسلش، وهستخدم العلامات. لو عدينا الفتحات هلاقيهم 43. حطيت علامات في الأركان. لو عدينا بين كل علامة وعلامة هلاقي 10، والمكان ده بس اللي هيبقى 9. فانا حطيت العلامة في الغرزة الخامسة بين 9، يعني كده 4 وكده 4، عشان ابدأ الشغل من هنا. هبتدي اعمل دايرة سحرية بالشكل ده، واعمل سلسلة، داخل الدايرة هعمل 6 غرز حشو، واحد، وأعلم باللون المختلف. أول غرزة، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، وأخرج الفتلة دي وهضم بالشكل ده. وفي غرزة البداية هشيل العلامة، وفي نفس الغرزة هعمل منزلقة وسلسلة، وفي نفس الغرزة هعمل حشو وأحط العلامة. وفي نفس الغرزة هعمل برضو حشو، هيبقى كده تزايد. وفي كل غرزة هعمل تزايد، واحد، اتنين، هخلص للآخر. في كل غرزة هعمل غرزتين بالشكل ده، بقوا 12 غرزة حشو. هشيل العلامة وهعمل في نفس الغرزة منزلقة وسلسلة، وفي نفس الغرزة هعمل غرزة حشو، واللي جنبها هعمل غرزة حشو، يبقى 2 كده فرجي. ما ننساش العلامة، نحطها في اول غرزة، العلامة المختلفة. الغرزة اللي بعدها هعمل واحد، اتنين، تلاتة، تلاتة في نفس الغرزة، وتاني غرزة احط فيها العلامة اهو عشان ما اغلطش من الناحية دي. هعد من الناحية دي، وهعمل واحد، اتنين فرجي. والركنة التانية هعمل فيها تلاتة في نفس الغرزة، واحد، اتنين، تلاتة، واحط العلامة في الغرزة التانية. و
وهعمل 2 فرجي، واحد 2، وفي تالت ركنة هعمل 1 2 3، واحط العلامة، واحط العلامة في تاني غرزة، وهعمل 1 2، وفي رابع ركنة هعمل 1 2 3 بالشكل ده، وهحط العلامة في تاني غرزة من آخر ركنة. هنشيل العلامة ونعمل منزلقة وسلسلة، وفي نفس الغرزة هعمل حشو، واحط العلامة وهعمل 1 2، وهشيل العلامة وهعمل 1 2، تلاتة، ونحط العلامة في تاني غرزة، ونخلي بالنا من الغرزة المستخبية دي. هعمل 1 2 3 4، واشيل العلامة وهعمل 3 في نفس الغرزة، 1 2 3، واحط العلامة في تاني غرزة، بعدها من الناحية دي عشان ما اغلطش، وهعمل 1 2 3 4، وهنشيل وهعمل 1 2 3، واحط العلامة في تاني غرزة، ونخلي بالنا الغرزة دي عشان ما ننساهاش، وهعمل 1 2 3، أربعة، وآخر ركنة هعمل 1 2 3، وأحط العلامة في تاني غرزة، بالشكل ده هيتبقى غرزة اهي، اهي الغرزة المستخبية دي، هعمل فيها غرزة حشو، واشيل العلامة وهعمل منزلقة وسلسلة، وفي نفس الغرزة هعمل حشو، واحط العلامة في اول غرزة، بالشكل ده، وهعمل 1 2 3، وأول غرزة عملناها هيبقى 4.
وهشيل علامة وهعمل واحد اتنين تلاتة ونحط العلامة في تاني غرزة وهعمل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة وأشيل العلامة وأعمل كده لغاية آخر السطر، هعمل ستة وتزايد في غرزة العلامة تلاتة في نفس الغرزة، هخلص وأرجع. خلصت الآخر وحطيت العلامات، هيتبقى اتنين قبل العلامة في بداية السطر، هعمل فيهم واحد اتنين وهشيل العلامة وهعمل منظريكو اهي بالشكل ده، اتنين هنا واربعة هنا هيبقى ستة، هعمل علامة وفي نفس الغرزة هعمل حشو وهحط العلامة في أول غرزة كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، هشيل العلامة وهعمل واحد اتنين تلاتة واحط العلامة في تاني غرزة وهعمل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. لو لاحظنا هنلاقي ان في كل سطر بيزيد اتنين وهنا بيزيد واحدة قبل العلامة الاولى وبعد العلامة في بداية السطر. هعمل تلاتة، هشيل العلامة وهعمل تلاتة واخلص لاخر السطر، هوريكم اعمل ايه. كده خلصت السطر، كنت عملت هنا بعد ما عملت غرزة البداية خمس غرز، يبقى لازم نتمهم بتمانية، يبقى نعمل تلات غرز حشو، واحد اتنين تلاتة واشيل العلامة وهعمل في اول غرزة منزلقة وسلسلة وفي نفس الغرزة كده، اول غرزة هعلمها احنا كنا خلصنا الغرز على خمسة، يبقى كده هتزيد واحدة يبقى على ستة، يبقى كده اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة ستة وأشيل العلامة وهعمل تلاتة في نفس الغرزة، واحد اتنين تلاتة وهحط العلامة في تاني غرزة
السطر اللي فات كانوا 8، ده هيبقى 10، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بالشكل ده، واكمل السطر للاخر، وقبل الاخر هوريكم اعمل ايه. كده خلصت السطر. كنا خلصنا بعد العلامة الاولى 6، يبقى عشان يتمهم 10 يبقى نعمل 4 في الغرزة المستخبية. هعمل 1 2 3 4 ونعمل منزلقة وسلسلة، وبالشكل ده اهو المربع مظبوط جدا. هخلص كده لغاية لما اوصل اللي بين السطور يبقى 20، هخلص وارجع. وكده خلصت القطعة اللي من الخلف اهي، مفيش اي وصولات باينة خالص. لو عدينا الغرز هنلاقيهم 92 غرزة، هنا 11 وهنا 9، 11 و9 هيبقى 20. لو عدينا 22 و22 44، 44 و44 88، 88 والغرز 1 2 3 4 يبقى 88 و4 92. التحدي هنلاقيهم 43، 43 مفروض بين كل واحدة وواحدة 10، بس في واحدة الوحيدة بس اللي هتبقى 9 اهي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وحطينا العلامة في الركن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فأنا حطيت العلامة في المكان ده وهعمل لها تزايد عشان تبقى 10 زي دول. هوريكم هعمل ايه. هبتدي اعمل 3 اسطر ثبات من غير تزايد ولا تناقص. خلص 3 اسطر ثبات هخلصهم وارجع. خلصت 3 اسطر ثبات زي ما انتوا شايفين اهي، عدة المنحنى ده. هبتدي اقص الخيط، واسحبه، واشيل العلامة، وفي الحلقتين كده هسحب الخيط، وفي الحلقة الخارجية هسحب كده. هبتدي في الغرزة اللي في الوسط هسحب، هسحب الخيط كده، وهعمل سلسلة وفي نص الغرزة المفروض اعمل 2 1، واخد الخيط معايا كده كده 2، اعمل 3 في الغرزة دي بالذات عشان بين كل ركنة وركنة 10، والقطعة دي بس اللي فيها 9، فعشان تبقى اهي 10. وهعمل في كل غرزة 2 1
2، واحد، اثنين، واحد، هشيل العلامة وهعمل في غرزة الركن 3، واحد، اثنين، ثلاثة بالشكل ده. هعمل في كل فتحة غرزتين وفي الركن اللي فيها العلامة 3، هخلص وارجع. هبتدي اعمل منزلقة وسلسلة وفي نفس الغرزة حشو، وهبتدي اعمل 3 اسطر ثبات من غير تزايد ولا تناقص، هخلصهم وارجع. وكده خلصت بالشكل ده. بداية الشغل هخليه من تحت والسوستة هخليها كده من فوق. عملت علامات اهو، هسحب الحلقة الخلفية والحلقة الأمامية، الحلقتين اللي قصاد بعض، واسحب وهعمل سلسلة. وفي كل غرزة اهي، في الحلقة الخلفية والحلقة الأمامية، هسحب الثلاث حلقات مرة واحدة بمنزلقة. طبعا الشغل باللون الأسود صعب جدا اهو. الثلاث حلقات هسحبهم مرة واحدة، اهو هسحبهم مرة واحدة. هعمل غرز منزلقة، بنفس الطريقة، بسحب الثلاث حلقات، هخلص كل الدوران وهرجع. كده خلصت كل الدوران. هبتدي اشبك الحلقات دي كده. ثبت الحلقتين بالشكل ده. اهو هشبكه كده. هبتدي اشبك السوستة بإبرة الخياطة. هفتحها في الاول كده عشان اتحكم.
هخلص كل دوران السوستة هخلص وارجع. وبكده خلصت الشنطة، منتهى الجمال ومنتهى الروعة زي ما انتوا شايفين اهي. خلصت السوستة بالشكل ده اهو. ومن ورا شكلها كده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد.